السلام عليكم. اليوم راح استخدم هذا الموز بصنع البسكويت او الكوكي. هنا أنا ثلاث بنانات عندي هرستهم بهذا الشكل. المواد المستخدمة هنا هي ثلاث موزات وكوب ونص شوفان ونص كوب جرينبري أو أي فاكهة موجودة عندكم، وملعقة فانيلا، أو إذا ما متوفر الفانيلا ممكن دارسين نص ملعقة أو هيل نص ملعقة المتوفر، وإذا ما موجود عادي، وأي فاكهة مجففة عندكم، يعني ممكن التمر يفي بالغرض، ممكن المشمش، التين. هنا أنا راح أخلط المواد لحد ما تتجانس عندي. هنا أنا محضرة الصينية وداهنتها، طبعا فرشة هذا الورق عليها لأنه ما راح أستخدم الزيت بكمية كبيرة. هنا أنا دهنت المغرفة مع الآيس كريم، راح أغرف بيها الخليط على أساس أنه تتساوى الكمية عندي، وأبدي أفتحهم بالملعقة أضغط عليهم حتى ينفتحون عندي بالصينية، وأشويهم بالفرن على درجة حرارة 350 مدة 25 دقيقة أو حسب حرارة الفرن الموجود عندكم. طبعا اليوم أنا راح أسوي نوعيتين، هاي المجموعة ضفت لها التوت البري المجفف، والوصفة الثانية راح أضيف لها مبروش الشوكولات على أساس أنه أرضي كل الأذواق. طبعا الحلو بهاي الوصفة أنه ما نستخدم لا الزيت ولا السكر. ليش؟ لأنه البنانة عندي الموز من يستوي يوصل لهاي المرحلة من الاستواء يصير كلش حلو، فبهاي الطريقة أنا استغنيت عن السكر، وبهيج حالة تكون الوصفة عندي كلش مفيدة، خصوصا للي دا يسوون دايت، يعني روعة، والطعم أيضا كلش حلو يعني، وحتستفادون من الموز المتبقي عندكم بهاي الطريقة، والمواد أيضا جدا بسيطة، يعني ممكن تضيفون أيضا المكسرات، الجوز، الفستق، مبروش جوز الهند إذا موجود. يعني هي مجرد واحد يعني يغير من الشكل والطعم. يعني هنا أنا سويتها، أولادي حبوها، ودائما تبقى عندي بنانة، ففكرت أنه أستفاد منها أحسن مما أرميها. وما تأخذ من عندكم وقت هواية ولا حتى مواد، موادها جدا بسيطة، يعني أوت ميل والبنانة اللي متبقية عندكم. أنا هنا أنا دا أضغط بالملعقة ودا أساوي شكلهم، يعني أعملهم على شكل دائري ومتساوي.
طبعا طريقة التحضير والشواء يعني أخذت من عندي تقريبا ساعة ونص. الـ3 موزات سووا عندي 7 قطع تقريبا. هنا أنا راح أسوي النوع الثاني اللي هو بالشوكولات، مبروش الشوكولات. عندي الشوكولات عندي هنا أنا بطعم النعناع. هنا أنا 4 موزات عندي هرستهم، وملعقة فانيلا، وكوبين اوت ميل او الشوفان، وكوب شوكليت مبروش. إذا عجبتكم الوصفة خبروني، وإذا عندكم أي ملاحظة اكتبولي بالكومنت. طبعا ممكن تتقدم للضيوف، وممكن يعني تعتمدوها على أساس أنه تفطرون بها. هاي هنا أنا ضفت الشوكولات شبه مبروش عندي، يعني أنا مقطعته كلش ناعم هنا، أنا يعني ما بارشته بس مقطعته كلش يعني قطع صغيرة جدا. صيني يعني هنا أنا داهنتها وفرشة عليها الورق على أساس إنه ما يلتصق عندي بالصينية، يعني بسهولة أقدر أشيلهم بعد ما ينشون. هاي هنا أنا أني نشوى عندي الوجبة الأولى، وهاي الوجبة الثانية. خمسة و20 دقيقة تقريبا بالفرن. يعني بدون ما أقلبهم. راح أخليهم بصحن التقديم. أنا هنا أنا مسوية كافي. راح أكل من عندهم. طبعا طعمهم كلش طيب وعجبني. وأتمنى تجربون الوصفة وتخبروني شلون الطعم طلع عندكم. ممكن ويا الشاي ويا العصير ويا النسكافة.